يا أهلا فيكم مشاهدينا مرة ثانية، بعدنا مكملين فقراتنا واليوم وصلنا للفقرة تضم مجموعة من الشباب الكويتيين اللي عايشين بأمريكا. ما طلبت مجموعة مستجد اليوم راح نعرف أكثر عن الدور اللي يقومون فيه لطلبتنا في الخارج. يا أهلا ومرحبا في نائب مجموعة مستجد سعود الشمري وأيضا جمايل ونور. يا أهلا ومرحبا فيكم لأهل الكويت. بداية نبي نعرف مجموعة مستجد شنو هي لو تعرفونا عليها. هي أول شيء مجموعة تطوعية تساعد الطلبة بتقديم على البعثات وعلى معاهد وعلى الفيزا حتى بأمريكا نستقبلهم وخلص الأوراق كاملة من ناحية أوراق ملحقية وسكن والأشياء المهمة كاملة. فهذه المجموعة بشكل يعني عام. أما بتدقيق يعني في أمور واجد نسويها كدورات، دورات أكاديمية وفي أنشطة ترفيهية بأمريكا وهني إن شاء الله. دورات الأكاديمية يعني عندنا دورة آيلز دورة رياضيات عند أختنا جمايل وفي أشياء ثانية دواوين اللي نسويها للطلبة حتى هذا الشيء يحبب طالب بأمريكا إن شاء الله عند أختنا نور بإذن الله. يعني الفكرة هذه جات شلون؟ يعني أنتم بلشتوا فيها من 10 سنوات تقريبا، شلون جاتكم هالفكرة؟ أنتم كنتم مستجدين، هل نتاج الصعوبات اللي واجهتوها، الشغلات اللي واجهتوها، مو حابين الطلبة الثانيين هم يواجهون هالمشاكل، ولا شلون جاتكم الفكرة بالضبط؟ هي صارت يعني من أخطاء شخصية إن يعني الواحد يروح بروحه ما مع أحد، ما حد يساعده. فما ودنا ان طلبة الجدد ان يكونون يطيحون بهالغلط هذا ثاني مره. فلله الحمد من 2008 تاسست مجموعه مستجد والحمد لله قاعد نساعد اكبر عدد ممكن من الطلبه وتقريبا سنويا قاعد نوصل لعدد يعني كبير فوق ال 600 700 طالب لله الحمد. وصلنا يعني تقريبا لل 1000 بصيف واحد، بس بسمر واحد خلصنا يعني عدد يعتبر كبير وان شاء الله انه الأكثر، نتمنى الأكثر للأمانة. يعني الله يعطيكم العافية. يعني أسستوا هالمجموعة بعمل تطوعي، يعني أنتم متطوعين وما لكم أي مصالح ولا شيء، مجرد أن تتطوعون تساعدون إخوانكم الطلبة المستجدين بأمريكا، يعني مجهود تشكرون عليه. لكن أنت أول ما رحتوا من ساعدكم؟ هو للأمانة من باب تجربة شخصية. يعني جمايل تضحك شكلها مواجهة مشكلة كبيرة. من ساعدكم؟ هل كانت لدور رابطة الطلبة ولا اللي هناك؟ والأمانة يعني أنا من قررت أني أبتعث أنا قدمت لنفسي على البعثات وولد خالي كان طالب هناك تخرج هو الحين هو اللي قدم لي على المعهد وراسلنا المعهد وهالأشياء هذه كشخصيا أنا. يعني كل واحد يعني للأمانة ترى مشاكل غير تختلف مرة واحدة. لما رحنا هناك اللي هو هذا اللي خلاني شويه افكر عن المجموعه التطوعيه والاشياء هذه. قاعدين نروح نخلص اوراق الملحقيه ونخلص اوراق البنك ما بنك السكن والاشياء هذه، وخاصه لما اهم شيء عندنا بامريكا الاستقبال. يعني لما تروح وين تروح؟ لما توصل امريكا شو تسوي؟ هاي ترى حيل مهمه. فالحمد لله انا عندي ولد خالي خلص لي كل شيء واحنا قاعدين نخلص الاوراق. يعني كان في طلبه معانا نسالهم شنو عندكم؟ والله يعني نفس الشغل، يلا امشوا معانا. فبعد ما خلصت قاعد افكر يعني للامانه يعني طلبه وبعدين الباقيين شنو يسوون؟ يعني انا عندي ولد خالي، الباقيين شنو راح يسوون؟ من صعوبات من هذه الشغله هذه يعني فكرتوا بال هو تاسست من زمان، بس انا بحثت عن مجموعه مستجد من الاشياء اللي صارت وياي، يعني من الصعوبات اللي واجهتها من التجارب اللي مريت فيها. لكن ودي اعرف جمايل كطالبه انت موجوده هناك اكيد، يعني شلون قادره مثلا توفقين ما بين دراستك وما بينك انت تلبين احتياجات والمشاكل اللي يقعون فيها الطالبات والطلبه؟ يعني شلون قادره توازنين بينهم؟ انت بالاخير طالبه واكيد عندك مثلا التزاماتك امتحاناتك، شلون قادره تلمين يعني المجموعه هذه وتنظمين المشاكل اللي عندهم وترتبين امورهم؟ كلمينا اكثر. هو أكيد طبعا أي طالب راح يواجه مشاكل وايد لما بيسافر أمريكا، وأنه ما راح يقدر يقسم وقته دراسة ولا يساعد طلبة، ولا أكيد هذه مشكلة كلنا نواجهها كعاملين. أنت طالبة يعني أكيد راح تمر بمشاكل. فإحنا أنا يعني شخصيا مستفيدة من مجموعة مستجد، هم يسوون دورات حق تنظيم الوقت وهالشغلات. واساسا انا لما رحت امريكا يعني هالشيء وايد حسن من يعني اني انظم وقتي بين دراستي وبين اني اساعد الطلبه، ويعني من هالشيء هذا انا قدرت اني اوفق ان يا اساعد الطلبه ولا اكمل دراستي. وطبعا الشيء هذا يعني يبي له ممارسه
والله وفقني الحمد لله. شيء وايد حلو ان لقيتوا وقت من خلال هالصعوبه هذه لقيتوا وقت تطوعون عشان تساعدون غيركم. انا بنتقل الحين حق نور. نور بجانب هالمساعدات اسستوا انشطه اجتماعيه منها ديوانيه الشباب وديوانيه البنات. بدنا نصور نشوف شو تسوون بديوانيه البنات. هل تطرحون مواضيع تحلونها ولا مجرد ان تقضون وقت فيها؟ كتتجمعون ان شاء الله راح تنطلق هالاسبوع على يعني حسب علمي ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. ديوانيه البنات هي طبعا مكان يتجمعون فيه البنات بعيدا عن الرسميه، لان احنا عندنا مقر نقدم فيه حق البنات. أوكي. بس بنفس الوقت نحتاج مكان انه ينكسر فيه الحاجز انه بين المستجدات بينهم بين بعضهم، لما يقولون البنات يقدمون بنت تتعرف على الثانيه وتكون يمكن تصدف معها بنفس الجامعه يعني، ويتعرفون على بعض قبل يروحون امريكا، على اساس انه لما يسافرون يكونون اصلا مستعدين نفسيا. بالاضافه الى ذلك عندنا غبقه سنويا نسويها برمضان. حلو. الحمد لله بفضل تلاقي حضور وايد كبير. مو بس المستجدات يقولونها، يقولونها حتى خريجات امريكا اللي كانوا يعني يدرسون، وحتى الطالبات المستمرين بالدراسه يشاركون فيها المستجدات عن تجاربهم. حلو. اللي مروا فيها يوجهونهم يعطونهم نصائح. بالإضافة بعد نستدعي ضيوف دكاترة مثلا على سبيل المثال يقدرون يعطون الطالب طالبة نصايح مثلا بتنظيم الوقت، لأن هذا شيء يعني الكل يعاني منه أول ما يروح أمريكا. يعني نشاط اجتماعي بعيد عن الرسميات. بعيد عن الرسمية. يجونكم عادي يلبون دعواتكم اللي تدعون. الحمد لله يعني حضور كبير. في حضور وفي إقبال. الحمد لله إيه، لأن ما في مثل ما قلتش ما في رسمية يعني بالمقر، إحنا عندنا نشتغل نقدم لهم وكذي، يمكن ما في وقت إنه يعني نعرفهم شخصيا اكثر يعني عن قرب. طب شلون قادرين تغطون الولايات كلها يعني 50 ولايه؟ يعني انتم باي ولايه بالضبط تدرسون؟ كل واحد غير، كل واحد غير. شلون تجمع شلون 50 ولايه؟ شلون قاعد تغطون المسجدين عندنا الموجودين؟ ممثلين بكل ولايه. حلو. ممثلين عاملين يعني يعتبرون عاملين مجموعه مؤسسه تطوعيه، كل ولايه في اكثر من ممثل عياتهم في بينهم مثل التنسيق، نسق، الواحد يستقبل، واحد يروح خلص سكن، وحق هذه حق الاستقبال بشكل عام. في باذن الله مباشره تنطلق حمله تعرف على تخصصك. حلو. على الجامعات والولايات كامله، فهذه باذن الله هذا اللي راح يطلعون ان شاء الله كلهم عاملين مجموعه مستجد باذن الله. فمن هالناحيه هذه من العاملين نقدر نتواصل ونقدر نسوي انشطه ودورات بالجامعات بشكل عقلتهم ان شاء الله، يعني كل سمستر نسوي دورة بإذن الله. وايد حلو. إنزين الحين من مشاهدينا يعني الله يعطيكم العافية على المجهود، لكن مشاهدين الحين اللي قاعد يتابعونا أو من الطلبة اللي قاعد يشوفونا الحين شلون يتواصلون معاكم؟ عن طريق شنو؟ هل في ويب سايت معين تحطونه؟ عندنا أكاونتات تويتر وإنستغرام وفي موقع بإذن الله. الموقع إن شاء الله راح قريب نعلن عنه. الموقع يعني كفاءته جدا جدا عالية، في راح يكون مثل لقاتهم كونتاكت يعني اللي هو أونلاين دائم، وسجلون خلال الموقع وينضموا لكم. التسجيل راح يكون أبليكيشن كمل الأوراق كاملة، موقع كفاءته جدا جدا عالية بإذن الله. قريب إن شاء الله راح نعلن عنه، راح يكون قبل تقريبا من قبل أو بعد الآن النتائج، بس ما راح يكون مدة طويلة، بس نشغالين عليه جمع معلومات والأشياء هذه، وبإذن الله أن تكون كفاءته عالية ونقدر على قولتهم نستقبل أكبر عدد ممكن ونساعدهم بإذن الله. إن شاء الله عساكم على القوة. إن شاء الله ونورتونا وشرفتونا بالأهل الكويت، ونتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. شكرا لحضوركم. التوفيق لكم إن شاء الله وترفعون اسم الكويت ومجهود تشكرون عليه، يعني التطوع بالعكس قاعد تحفزون وتشجعون الشباب أنهم يتطوعون. ألف شكر لكم، نورينا في الأهل الكويت طلبتنا. ان شاء الله تردون. والحين ننتقل لزميلنا عبد الله يحيى.